متسابقا شوف تفيرا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه المضيق. عندنا قصه وحاله غادي تبكي المغاربه. شاب كيتعذب بسبب السرطان اللي جاه ملي كان عنده 11 سنه والاب ديالو يبكي بحرقه، ولدي كيتالم قدامي وانا ما عندي ما ندير ليه، عاونوني للمساعده. متسابقين رقم الهاتفي امامكم. هذا الشاب هذا متسابقين ملي كان عنده كيت عنده 11 سنه يا ربي السلامه، جاه سرطان ديال الدم. الاب ديالو مسكين انتم عاد تسمعوا لسانه، الاسره كتالم يعني 6 سنين هو تيعيش الامر راهين متسبعين في سرطان الدم يا ربي السلامه. من المضيق للرباط، من الرباط للمضيق، يعني ما خلاش شي مستشفى اللي دالو ولده. ولكن حاله كما قلت غادي تبكي المغاربه. الشاب كيتعذب بسبب سرطان اللي جاه سرطان الدم، ندعيو له الشفاء متسبعينا. وملي كانت عنده 11 سنه والاب ديالو بحرقه، يعني الاب ديالو كيبكي بحرقه وولدي كيتالم قدامي وانا ما عندي ما ندير ليه، عاونوني. اذا متسبعينا نديروا يد الله مع هذا الشاب اللي عنده الان 17 سنه، ملي كانت عنده 16 سنه وهو تيعيش هذا المشكل ديال سرطان الدم. باش نوضحوكم في الصوره غنسمعوا لسان الاب ديالو، تفضل. السلام عليكم، محمد برزه من المضيق. الاخوان بعد المعاناه ديال 6 سنوات ديال الابن ديالي اللي كانت في عمره، يعني المرض ديالو بدا من 2015 وانا كنعاني معاه الذهاب والاياب من المضيق لبن سينا. كل اسبوع كنمشي مده 3 سنوات وانا كنمشي ونجي، حتى قالوا الدكاتره بان المرض ديالو صافي برا، ومن بعد رجع له المرض ولا حد الساعه حتى 2017 في 2020 ولا رجع له المرض. يعني هنايا ما بقاش شي امل في العلاج ديالو هنا في المغرب. البروفيسور اعطاني واحد التقرير، واحد الرابور باش نديه لفرنسا يدوى، وللاسف ما غاديش نقول التماطل وانما ما عرفت فين ما سولت البروفيسور، كيقول لي مازال ما شديتلكش الموعد. ومن بعد مشيت للمستشفى العسكري نفس الشيء، قال لك حنا ما كنشدوش الموعد. ودرك الدري باقي كيعاني الى حد الساعه، راه هنايا في مستشفى محمد السادس الرجل ديالو مريضه ما كيقدرش يحركها، اليد ما كيقدرش يحركها. هاد المده كامله وحنا كنمشيو ونجيو، يعني ما شاء الله. ودرك راه حنا في حيره شديده من امرنا، عايشين واحد الحياه ديما مهدده، والولد يعني واحد الموت البطيء، يعني هذا كنسميه الموت البطيء. وبهاد المناسبه وبهاد الفيديو اللي درتو، الله يسمعوه الاخوان اللي عندهم نفوذ اللي كيعرفوا ما يديروا معايا، يعاونوني باش ندي هاد الدري يدوى في فرنسا. شنو باش يعاونوني على هاد الموعد، يشدوا لي هاد الموعد في فرنسا ويتسنيا لي تما الدوفي باش يعرفوا الميزانيه باش غادي دار هاد العمليه، وباش نطلع الفيزا والمسائل ديالو اللي غادي يطلبوها مني باش ندي الدري يتعالج لي قبل فوات الاوان. وشكرا للاخوان، شكرا للاخوان اللي تعاطفوا معنا، اللي عندهم درايه، واللي كيعرف شي واحد اللي وقف معنا في هذه المحنه، والله يجازيكم بخير. لان كما سمعتم متابعينا على لسان الاب ديال هذا الشاب، هذا الطفل يعني ملي كانت عنده 11 سنه للاسف هو كيعاني في صمت 6 سنين، هو تيعاني بسرطان الدم، يعني ميزانيه كبيره. وانتم كتعرفوا وقدر الله الانسان اللي كيتصاب بالسرطان راه الناس اللي ميسوره الحال وكتعيش الامرين، ما بالك المواطن العادي البسيط. وكما سمعتوا الانسان الاب ديالو اللي كيعيش بحرقه، يعني كيعيشوا عذاب متسبعين. نتمنوا المحسنين الايادي البيضاء اللي باغا تمشي للعمره ودير الحج، هو الحج امامكم متسبعين. الرقم الهاتفي ديال الاب هو تيبان لكم امام الشاشه. نتمنوا بالفعل متسبعين الناس تاخذ الامور بجديه، واللي باغي يدير كما قلت الاجر ها هو الاجر امامكم، لان هذا واحد المرض للاسف اللي يعني تيخرج على الانسان. ما بالك الناس اللي ميسورين كما قلت لي عندهم الفلوس الله يعاونهم وتعيشوا الامر، ما بالك المواطن البسيط. اذا نتمنوا بالفعل متسبين احنا معكم مباشره من ضيق امام المستشفى محمد السادس، اللي هذا الشاب هو طريح الفراش هنا. كيفاش داير الحاله ديالو هنا في وسط المستشفى؟ الحاله ديالو هذا الصباح الرجل ديالو مشله واليد ديالو مشله، بعد ما جبتوا واحد اليومين قبل عطالو الطبيب واحد الدواء غير باش يتكالما، وللاسف هذا الصباح مريض. يعني هنايا خصني نديه لبن سينا نرجعوا لهم. درك فاش نسالي الفيديو غادي نرجع نشوف الطبيب شنو دار معاه، باش نديه المستشفى بنو سينا يشوفوا شنو غادي يديروا معايا في هذه القضيه ديال الموعد ديال زراعه النخاع العظمي.
نعم خاصلو الزراعه، من غير الزراعه ما كاينش. من حيث الطبيب البروفيسور كاتب في ذاك الرابور ديالو تكنيك انديسبونيبل ماروك، يعني ما بقالوش العلاج هنايا وما كاينش الامكانيات في المستشفيات المغرب باش دار له الزراعه. بهذا السبب خصلو يمشي لفرنسا ان شاء الله، ولكن للاسف ما لقيتش اذان صاغيه وما لقيتش اللي يوقف معايا، وحنا بكينا في صمت فوقاش ما مرض. هذا الصباح كاع الاسره صبحت كتبكي وديما كنبكي، والمهم ديما مهدين وكان المهم هذا موت البطيء. وهذا الدري هذا ما عندي ما كان كساب، وكنتمنى ان شاء الله لولدي والاخوان كاملين اللي مراضين يتشافوا ويلقاو الحل اللي يناسبهم. اذا كما سمعتوا متسبين على لسان الاب ديالو، طبعا الام ديالو راه الصباح راه حنا مصدومين، والله راه حنا مصدومين. الدري كيموت قدامنا، الدواء في مستشفى محمد السادس ما عندهمش الدواء ديال هذا المرض، يعني غير كيكالميوه المجهود ديالهم كيديروه وجزاهم الله بخير، يعني كيكالميوه عنده غير كيكالميو الحريق. درك غادي نمشي ليه حتى المستشفى بنو سينا، ما عندهمش حتى هما الدواء، كيدوزوا له جرعه ديال الشيميو غير باش يتكالما. والدليل هو هذا، راه درك راه مريض، راه الشيميو ما كاينش هنايا، ومن حيث سميتو الدواء ديالو سميتو هذا الشيميو كيديروه ليه، والدفتر ديالو الكناش ديالو ديال التريتمون ديالو كاين هنايا. بعد ما دار الاشعه ودار جميع الادويه وكاين، وكنتبع واحد الطبيبه اخرى في كازا، كندير سميتو الحصص ب 200 درهم 100 درهم، مره كتسامح لي مره كدير لي الحصص بفلوس. ولا اله الا محمد رسول الله، يعني هنا انا وقفت لا اله الا محمد رسول الله، ما كتكفيني لا ماندا لا سلاف السلف من البانكا، ما خليت ما درت. ولا اله الا محمد رسول الله، انا اللي كنطلب هو يتبارطاج هذا الفيديو على الله، لقى شي مسؤول، المسؤول هو الله يوقف، وزير الصحه ومحمد السادس الله ينصرو يوقف معنا في هذه المحنه، الله يجازيه بخير الا وقف معنا. هذا يعتبره ولده ويصيفطوا لنا لفرنسا، يدير لنا الحمد لله كل شيء موجود ويداوى لنا هذا الدري. انا حتى الا دار هذا الزراعه النخاع العظمي وقدر الله مشى كي ومشى ما يبقاش فيا الحال، لان ما درت واحد المجهود. ولكن الا ما كانش هذا الباب هذه الا ما تحلات ليش وقعت له شي حاجه، غادي يبقى فيا الحال. طبعا كما سمعتوا متابعينا انه الاب والام كيتالم، وخاصه هو الولد الوحيد اللي عنده الان عنده 17 سنه، ومن للاسف ملي كانت عنده 11 سنه تصاب بسرطان تكون عفوا تعيش الامر راين. متابعينا نتمنوا المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن. الرقم الهاتفي هو امامكم متابعينا، ديال الاب ديالو هو اللي امامكم. نتمنوا الايادي البيضاء وصحاب الحسنات اللي باغي يدير الاجر ويدير الخير، ها هو امامكم الشاب، نديروا اليد في اليد باش نحاولوا نقضوا هذا الشاب من هذا المرض الخبيث. متابعينا وكما سمعتوا الانسان الاب ديالو تيقول لك انه خصو يدير العمليه ديال النخاع العظمي، فرضا لا قدر الله ندرت من العمليه ومول الامانه دائمًا يعني مات، هو يقول لك انا كنبقى مرتاح لان عملت اللي عليا. دابا هو التخوف ديال الاب، متابعينا حسوا بهذا الكلام طبعا اللي كيألم، انه كيقول لك انا خوفان انه يوقع ما يوقع وما تسمى ما عملتش معاه، هذا هو اللي بغيت. نعم نعم نعم، يعني غادي نبقى نلوم، غادي نلوم هاد المسؤولين، نلوم هاد وزاره الصحه، نلوم هاد الناس كاع اللي وقفوا قدامي اللي ما حلوليش هاد الباب، رغم كل شيء موجود الحمد لله، المحسنين كل شيء موجود، كاين اللي ساعدني. وللاسف خص لي الموعد باش يشدوا لي في هاد المستشفى في فرنسا باش ندي لولدي يدير هاد الزراعه. هذا مشكل بوحده، هذا مشكل بوحده، يعني هنايا المؤسسه ديال الحسن الثاني اللي وصيه على المتقاعد فاش كنطلب لهم سيارات الاسعاف، كيقول لك كنعطيو غير الموعد، كنعطيو غير لي زيرجونس. لي زيرجونس شنو هي؟ خصك النيف يكون كيجري بالدم، الودنين خارج منهم الدم، والحالة ديال ولدي حتى هي كايرجونس، خصلو سميتو خصلو سيارات الاسعاف. سيارات الاسعاف ما كيعطيو لي سيارات الاسعاف ابار الا كان الحالة مستعجلة بحال هذا الشيء اللي ذكرت. وللاسف للاسف مشيت عندهم حتى المؤسسة ديال الحسن الثاني اللي في شارع فرنسا في الرباط، جاوبوني بهذا الجواب ما كنعطيوش الموعد. وانا ولدي حالة اكس يعني كاكسيبسيونيل مريض، خاصلو يمشي في سميتو في سيارات الاسعاف
وللاسف كان مشي في الكار الذهب والاياب يعني كيكلفني واحد خاص لي الكيران ما كاينش فين عندي اليوم او الكيران ما كاينينش خصني نكري يعني خصني نكري واحد السياره ولا طاكسي بواحد 150 الف فرانك باش يوصلوه لي تما ونفس الشيء خصني نرجع ب 150 الف فرانك وللاسف راكم كتشوفوا يعني هذا المرض راه الناس لاباس عليهم وتقهروا ما بالك واحد المواطن عادي اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إذن متسبعين راه نذكركم بهذه القصة كما قلت قصة مؤلمة ديال هذا الشاب للأسف بغينا الأيادي البيضاء كما قلت متسبعين مباشرة من المضيق حالة غادي تبكي المغاربة. الشاب كيتعذب بسبب السرطان اللي جاه ملي كانت عنده 11 سنة سرطان الدم للأسف والأب ديالو كيبكي بحرقة ولدي كيتألم قدامي وأنا ما عندي ما ندير ليه عاونوني للمساعدة الرقم الهاتفي أمامكم متسبعين. كنا معكم مباشرة من المضيق نتمنوا الأيادي البيضاء تتفاعل مع هذا الملف داخل الوطن أو خارج الوطن. حنا كنعرفوا عدد كبير ديال المغاربة بالدرجة الأولى اللي معروفين بالكرم والتضامن انهم يتضامنوا مع هذا السيد هذا وانتم سمعتوا الكلام ديال الاب ديالو تيألم في الحقيقه تيقول لك انا خصني ندير عمليه ولو انه لا قدر الله وصل العمر بعدا نرتاح ما بقاش الضمير ديالي تيأنبني. هذا هو المساج طبعا وإضافة ان الام ديالو تاهي مسكينه الام ديالو كتألم الام ديالو كتصبر احسن مني انا فاش كنشوف درك راه دخلتو للسبيطار ما قدرتش ندخل جالي البكا كان بكي اعطيتو غير السكيورتي هو اللي دخل قلت له الله يرحم الوالدين انا ما نقدرش نشوف ولدي كيتألم وجالي البكا خرجت وكيعرفوني وجزاهم الله بخير. الدكاتره كذلك ديال المضيق كنشكرهم هذا المنبر ما كيسولوش عليا يعني كيشوفوا المريض ديالي كيدخلوه اللي قدر الامكان ديالهم كيديروا معاه والله يجازيهم بخير. هذا اللي ممكن نديرو انا فاش كيمرض ما كنقدرش ندخل مو كتصبر احسن مني من حيت هذا هو العين ديالي هذا هو الدري اللي عندي فيه ديسيبليني واحد الدري الحومه كامله فاش كيمرض كيجيو عنده هنا يعني واحد الدري نتمنى يكون عند جميع المغاربه كيقرا والعام اللي داز نجح بواحد النقطه مزيانه رغم كان مريض وسميتو يعني جات له المرضى مع اخر امتحان كان عنده واش غادي نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. متسبعين غنشوف تلفيكم معكم مباشره من المضيق الى اللقاء في مباشر اخر.